الحكام بقالهم سنه ما استلموش ملابس. فوجئت ان الحكم بيسافر اسوان بالقطر او بالاتوبيس، بيسافر الجونه نفس الطريقه. فجيت قلت لا، طلعنا 75% من فضل الله من مستحقات الحكام، جبنا ملابس للحكام حتى لو كانت محليه، قلنا يسافروا اسوان والسفرات البعيده بالطيران والجونه و و و باتوبيس صغير يجي من قدام الاتحاد، اللي انت عارف بتطلع خمس ست حكام بيبقوا موجودين، واذا كان حد مرافق معاهم ولا ولا. احد اعضاء الاتحاد جري على المهندس هنا بريده قال له شوبير عامل حاجات هتكلف الاتحاد 15 مليون دولار. دولار؟ فلقيت المهندس هاني غاضب وزعلان، كان قاعد بقى، انا بقول لك في وجود الزميل العزيز عصام شلتوت والزميل العزيز جمال العاصي. وانا طبعا قلت له تعالى هكلمك قدامهم، فلان قال لك كذا وفلان ده كذاب. على طول كده، خلي بالك فلان ده كذاب، لانه ده ما ينفعش يقول لك كده. لانه بص في الاخر التكلفه كلها، التكلفه دي كلها ما جابتش 4 مليون جنيه. انك بتعيد للحكم كرم شكله. انا دخلت الاتحاد يا اسلام ما فيش لجنه انضباط، جبناها برئاسه مستشار محترم احمد مجدي ابو العيله. لجنه التظلمات المستشار عادل الشرباجي كان زعلان بقاله 4 شهور، رجعناها من اول وجديد وبدات تاخد قراراتها. لجنه القيم المستشار محمد عبده رجعت من اول وجديد. لجنه المسابقات كانت عامر حسين لوحده، عملنا لجنه بالكامل اشتغلت داخل الاتحاد. فبدانا نحط النظام الاداري داخل الاتحاد بشكل جيد عشان نبدا نخطط للسنه الجايه. انا ماشي يا اسلام من الاتحاد، جدول الدوري الممتاز، جدول الدوري الممتاز به، مجموعات القسم الثالث كلها محطوطه. استعنت بولد جميل جميل اسمه احمد شريف، جميل جميل اسمه احمد شريف، كان موجود وكنت عايز ده يبقى موجود في الاتحاد زي حسام الزناتي كده، ولو اشتغلوا مع بعض والفوا مع بعض كان هيعملوا حاجه، لان هو تخصص لوايح. جبنا بتوع لا ليجا، جبت طه عزت من الامارات تليفونيا، جبت اللائحه بتاعت انجلترا، جبت اللائحه بتاعت السعوديه. فين يا كابتن الكلام ده كله؟ لا اتسلم كله مش مهم يتسلم، كيف يطب؟ لماذا لا يطب؟ انا خرجت بره المسؤوليه، خرجت. وعلى فكره انا اتحيلت على المهندس هاني. يعني اتحيلت محايلات على المهندس هاني، بس المهندس هاني كانت عنده مشكله انه لا يثق في احد سوى فلان. وده ما ينفعش. احنا مش صغيرين يا اسلام، احنا ناس كبار ولينا خبرات. انا كنت نائب رئيس، المهندس هاني كان امين صندوق. مش معناه حاجه، انا بقول لك انا بضرب له تعظيم سلام بره في الكاف وفي الاتحاد الدولي. لو كان بربع تركيزه اللي كان موجود بره هتلاقي كان هيبقى الموضوع اسهل من كده بكتير. تماما. احنا انا رحت مره زرت المنتخب مره بصفه نائب رئيس اتحاد، وقفوني بره الامن، كنت سعيد جدا، ودخلت قعدت 10 دقائق اول عن اخر ومشيت. حصل حاله من الحزن والزعل. كنت متوقع يا كابتن اللي حصل للمنتخب؟ لا مش بدري. كنت موافق متوقع ان احنا مش هناخد البطوله.